3 2 1 اكشن اكشن يا كثر حكاك وقل بركاتك يا سعد الطويل. السلام عليكم، صباحك الله بالخير يا سعد. هلا وسهلا، يلا حي. كيف اصبحت يا سعد؟ مثل ما مسيت، يلا حيهم. الحمد لله، ابشرك بخير ونعمه. كان ابراهيم البارحه، ابراهيم يعني مؤثر جدا في جميع المشاهدين والمتابعين، وكانت وقفه سعد كوقفته دائما مع زملائه، يعني الى اخر نقطه يتجلى سعد ويبذل ويعطي ويؤثر على نفسه. ويعني هذا موقف الحقيقة لا بد يشادبه، والمرجلة وجهها طويل، وانت من اهلها يا سعد الطويل. الان سعد الطويل، اول شيء وش علومك؟ علومي بواجد. اسلم. المنتجع مرضان. الله الله، والله اني تعبان بعد اليوم يا سعد، لكني قلت لازم اجي اسلم عليك. كان احنا تخبر العرب اللي عقب عيد، اي تعابه وخموله، ما ادري وين بيروح، هذا وين بيجي. هذا الحين اقول ابراهيم البارح. يبيك عادل بن هيف. اوكي، ان شاء الله عطنيه. تفضل يا ابو سعد، صباحك الله بالخير. يا مرحبا وسهلا. وش امور؟ اول شيء انت تشوفني الان ناقد ولا حاسد؟ اذا تشوفني حاسد نستاذن منك وعادي، احنا بنتكلم في المحور وانت رد علينا في الريالتي، لان ما راح يكون في لغه حوار. اما اذا تشوفني ناقد بنتناقش انا وياك. عادل، قول لا اله الا الله. اول سؤال، تشوفني حاسد ولا ناقد الان؟ قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. اجابه واحده بس عشان ندخل في المحور، ولا ما لازم؟ نعم، اجابه، يبغى اجابه يسري. لا حاسد ولا ناقد، الكلام اللي راح لا تروح تعود عليه. لا انا اسالك فقط، اسالك الان في اللحظه هذه، ولا الحكم في نهايه المحور؟ انا ما درت ايش موضوعك الحين، ممكن الحكم في نهايه المحور حاسد ولا ناقد؟ اعلمك. حلو، شوف ايش محورك، يمكن محورك داير براسه. سعد شلونك؟ والله بخير ابشرك. مليت يا سعد. شو قلنا؟ من البرنامج؟ لا والله حد جاك شكا عليك ترى صوتك بعيد يا سعد. يرفع صوتك. اقول حد شكا عليك الحال ولا شيء؟ انا اسالك يا سعد، ايش فيك متوتر يا سعد؟ متوتر؟ او شيء، اهدى اهدى اهدى، لا تتحرك كثير. ترى في علم النفس كثره الحركه تدل على التوتر، عندك توتر تبي تفرغه بالحركه وكذا. علم النفس ما علمك انك ما عندك سالفه اللي قدامك توتر منك ولا لا؟ طيب انا الان اتحدث بما ارى، ممكن تهدى بس شوي؟ زي الاسلام نهدى؟ هذا جيت كصيح اهدى، انا قال اسلام. ها اجل، جاوب على السؤال. وين السؤال طيب؟ انا اقول لك انت مليت؟ لا ما مليت. ما مليت من البرنامج؟ نعم صحيح. ابدا؟ نعم. طيب خلي الاخوان بس يعرضون الصوره. طيب اعطونا الصوره اللي صممها عادل بن هيف. لا هذه بيور صافيه. طيب على ما تجهز الصوره، لانك لخمتنا الحقيقه، ما ندري عندنا 20 صوره. لا الصوره انا راسلها للجميل جدا المعد عادل. ليش ما حضرت اليوم في البث؟ سعد عادل سعد. عادل عادل سعد سعد ماخذين قلبك عادل. ايه سعد والله سعد المريض، جيت من المستشفى العصر وطايح، ولا قلت له قبل شوي. انتم كلكم مصاخين يا اهل المنتجع. طيب يرضون صورة ولا اتكلم اليوم؟ ها واحد من الربع شخط فينا. من هو؟ نواف الشهراني. الله نواف الشهراني تسبب في الاصابه الجماعيه هذه. هو سلم جاله ما يشوف شر. والله اني مسخن انا بعد. سعد لو انك طلعت، تفضل يا عمر. سعد الطويل، صباحك الله بالخير. مرحبا ومساك هذا. لو انك طلعت امس مثلا، يعني سعد الطويل كان المغادر بدا سلطان لسعد، في حاجات بتندم عليها انك ما قدمتها وما سويتها في البرنامج صراحه؟ يعني اني ما سمحت خاطري فيكم هزوم. انت والله ما خليت عنا شيء يا زول. والله ما قلت شيء. طيب وش معنى الحركه اللي سويتها كذا؟ يعني تقول اخوياك صوته سلطان؟ ايه تبي تمشي؟ لا والله مو. طيب عطنا الصوره اللي خلنا نشوف صوره عادل. بعد اذنك يا ابو مشعل، عطنا الصوره. بنعلق على الصوره بعد ما بنعلق على الصوره بعد سعد يرد. طيب الصوره واضحه، شوفها الصوره واضحه. خلاص نرجع لو تكرمتوا، بس يلا تفضل نرجع لو تكرمتوا. نرجع الى سعد. بس نرجع يا اخوان، لان انا ارتاح اذا شفت وجه سعد. خلاص يا شباب شيلوا الصوره. طيب ما قصرت. لا لا لا، الصوره مثل ما احنا شفنا الحين يا سعد، تمام. انت تقول انك انسان ما مليت. خلينا نفرق ما بين الايثار، تمام، ما بين الايثار. بس ممكن تشوفني يا سعد؟ اشوفك يا ابو، اسمي صوت مو يا ليت. انا ودي انك تشوفني صوت تسمعني وتشوفني. يلا اسلم يا ابو، لاني انا اسمعك واشوفك. يلا يا ابو. لا لا لا، الفكره يا سعد ان في فرق ما بين الايثار وما بين المنافسه، لازم نفرق. انك تؤثر زميلك عليك هذه حاجه حلوه، تمام، لكن لابد ان احنا نفرق ان في منافسه كذلك. المنافسه ما هي لك يا سعد، تاكد تماما المنافسه ما هي لك، انت وراك جمهور.
وراك جمهور ما هو بسيط، الشيء هذا لازم تعرفه انت. طلعت ترند في تويتر علم غير كذا، لا لا يعرفونهم اي شيء في التويتر يعرفونه. لكن الفكره في ايش؟ انت ترى وراك جمهور، المنافسه المنافسه يطول عمره السلامه اصبحت فرض عليك. حتى لو انك بتؤثر انت وراك جمهور ما يبيك تؤثر، يبيك انت اللي تنافس. والدليل على ذلك ان في اول اسبوع من اللي اخذ الحصانه؟ دلع الجمهور سعد، انت خذيتها صح ولا لا؟ خذ رشيد اول اسبوع وانا وانت ثاني اسبوع؟ انا ثاني اسبوع، ثاني اسبوع. فهذا الدليل يطول عمر ان انت عندك جمهور. فقضيه انك تقول انك ما مليت، لا والله مليت. الدليل ان الشباب يوم يطلعوا ويصوتون ما بينك وما بين سلطان كنت تأشر على سلطان. ممكن يجيني ناس من الجمهور يقولون ان سلطان السعد قال برضو نفس الطريقه، انا ما اقدر اتكلم عن المتسابق الان مش موجود في البرنامج، انا يخصني الان سعد الطويل. يا سلام، لو انك كنت تبي تنافس كان اقل شيء اقل شيء التزمت عدم الحركه، ولهم حريه الراي زملائك سواء صوتوا لك او صوتوا عليك بدون ما تطلب منهم يصوتون لسعد سلطان السعد. لا استنى، من احق في الوجود انت ولا سلطان السعد؟ هل تشوف سلطان السعد احق منك في الوجود في البرنامج؟ كذا السؤال. أشوفهم كلنا هو ليه تشر على سلطان؟ هو أمس يا أبو مشعل أمس أصلاً في الهنجر يوم طلع قال أنا والله العظيم إني ودينا اللي طالع بدال خذها. لا واضح حركة واضحة، بس ما أدري إيش تبغي سعد. تخلوني أرد على الرجال ولا تردون على أنتم؟ عمر وأنت سالم حزام. لا تفضل. لا لا رد رد خلاص كلام بيني وبينه خلاص. يلا لا صح حق مبرع بينكم حلو. حط كاميرا حط كاميرا خلنا نشوف وجهه من حقه. فك مني سامي حزام. سالم تفضل يدير الحوار. تفضل الحوار الحوار والله يمكن يدير سنة خربان. يا يا بابا حطني على وجه عادل هيف خلني اتخانق انا وياه. يلا تفضل يا سعد. سعد ابو نايف، سالفة اني مليت في البرنامج ما مليت، لو اني مليت شفتهم تصرف ولا هو تصرف اني اشر على سلطان سعد. موقفي مع سلطان سعد كل رجال طيب مثلكم وشرواكم وشروا من يسمع بيوقف يسوي رفيقك الغالي بتبديها على عمرك انت اسمع. فانا والله ما هو باني سالفه اني اشرت اني سامح البرنامج، لو اني سامح طمرت الدار وخليت ترك الدوسيات يستبعدني ولا شفت طريقه هنا وسويتها وخليتهم تستبعدوني فهمت. ولكن رفيقي وقفت انا وياه على المسرح موقف الحرج والله لا يحط حد منكم فيه. طيب رفيقك غالي ولا ودك انه يطلع حلو لازم لك ما قال تبديه تبغي. طيب يا سلام. طيب خلصت خلص ها خلص باقي شيء سعد؟ لا طيب انا اعطيك بالمقياس. انا قلت لك قبل شيء في فرق يا سعد، في فرق يا سعد بين الايثار وبين المنافسه. لا انت عندك مشكله يا سعد، لابد انك تفرق ما بين الايثار وما بين المنافسه تمام. هذا الامر الاول. الامر الثاني انا اعطيك بالمقاييس يا اخوان، انا اعطيك بالمقاييس. الانسان الله اعطانا عقل ونعرف ونقيس. جريم المصارير كان مال من البرنامج، كان مال من البرنامج وصرح بعد ما طلع ما هو بسر عنده ظروف يعني ايه، وطلب من الشباب انهم يصوتون ضده تحت الهواء على المسرح. نفس الشيء نفس الغرض، اذا طلبت منك انك تصوت ضدي تحت الهواء ترى نفسه لما احنا نكون على المسرح واقول صوت سالم حزام ضدي. معناته أن سعد الطويل الآن قاعد يسوي نفس تصرفات جريم. جريم هل جريم كان مؤثر يقول أنا بيطلع عشان الناس يبقون؟ لا، كان واضح وصريح جريم، كان خلاص أنا 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 عندي ظروف ولازم أطلع. كذلك مع سعد، ولكن الفرق ما بين جريم ما بين سعد الطويل هم عندهم وجه شبه أنهم كانوا قائدين للنسخة ممتاز. لكن وجه الاختلاف وجه الاختلاف اللي يسمح لي أبو حزام والإخوان الله العظيم يا سعد وجه الاختلاف أن جريم أن جريم ما عنده شيء يخبي صريح. سعد الطويل لا عنده شيء يخبيه بس الشاشه فاضحته بس. كيف اخبيه؟ كيف اخبيه؟ ويلك على الهده، ويلك على الكلام اللي ما له لزوم، ويلك على انك تمسك ما يجيك متسابق هنا الا انت ماسكن عليه الدنيا كلها ويطلع انت الفايز. والله ما حولك انتصار يا انتصار انه اول غلط يا سعد انك داخل كيف شروم تحسب انه في فايز وخاسر، ما هو بنقاش، هذا نقاش عادي. لا لا انت 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 تعطيها حركه المنتصر، تعطيها انك خلاص انا دائما ابتسم. انا ما خليت الرجال عرفت ايش اللي في خاطره بدون ما يا عيال. مو على كل حال انا اعطيتك كلمه واضحه، اعطيتك كلمه واضحه من الجمهور لها، لو ان احنا تعب علشانهم مو احنا ذول مرضان نقوم نطيح علشانهم. هو يبي يوصل لان سعد ما يهتم الجمهور، هو هذا اللي بيوصله. اي هو يبغي ايش ينبذك، يبغي جمهورك ينبذك. ايوه هو يبغي يوصلها، بس يبغي يا جمهور ترى رفيقكم ذا محق العشره فارقوا
بس انا 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 اعلق بما رايته على الشاشه. طيب اسمح لي سعد، لو الشباب طلعوك وصوتوا ضدك وطلعت انت يا سلام، جمهورك بيكون راضي؟ انا لو اني واحد من جمهورك يا سعد بقول لا لو سمحت يا سعد انا بيك توصل للنهائي، انا ابي اشوفك على الشاشه. اوكي انت بتكون عندي هنا في منصات التواصل الاجتماعي، اسمح لي انت بتكون هنا عندي في منصات التواصل الاجتماعي، لكن برضو انا ابيك على الشاشه، ابي اذا صحيت اشوفك على الشاشه عكس منصات التواصل الاجتماعي، ممكن ما اقدر اشوفك في اي لا لا لا. طيب خلاص انت يا جمهوري بتقول تبغى تشوفني على الشاشه، ما قصرت فيك، انا لي فوق 70 يوم وانت تشوفني، نمسيت انت اصبحت انت ولا بها حتى زيد اريد قدامك وجهي حق الاشاره. زين انت خلاص شفت انا هنا 71 يوم خلاص، رفيقي اذا بخليه يشارك كافيه. طيب رفيقي عنده شيء بيقدمه، شيء يمكن حمس مني انا رجال عادي. هنا الان سعد الطويل جاوب ولكن بطريقه مختلفه. وش قال؟ قام يبرر، قال جمهوري ممتاز خلاص انا 70 يوم وانا جالس ورفيقي يمكن عنده هذا الدليل انه وشو قدم رفيقه عليه سامح، مو انه مؤثر، انما قدر الرجال خلاص سامح. ممكن هو يوم وصل المرحله ذي سالم قبلها ما هو سمح سالم سم محمد منصور هنا. محمد منصور زعلان يقول انك بغيت تطلع احط الكاميرا على ابغي يا محمد تفضل. محمد منصور معك الان، اذا ما عليك خلاف ها خلاص هدوم اخذها رايح جاي، حط الكاميرا هنا، حط الكاميرا لا ليش اخذك رايح جاي، نسلم عليكم جاي بيسلم بيسلم يا دافع اقول ما يجيك العجال لما قلت السامحه. ارحب يا منصور. يا مرحبا يا سعد، الله حيه، كيف حالك؟ شلونك؟ امورك طيبه؟ طيب. قائد النسخه مرحبا. الرجل اللي يعني مرحبا يا غالي، شايل ايش يقول؟ خايف على وخايف عليكم يعني. كانت يعني نتفق نختلف، كانت اللقطه انا من الناس اللي يعني عندي في الايثار شوي جانب جميل، ونيتك ان شاء الله انها طيبه. انت وسلطان، حتى سلطان ترى كان اذا ما كنت تدري ساعه ترى كان يشر لك بعد في نفس اللقطه، سبحان الله يعني. هذا ندلدل على ناس كباريه وكباريه النسخه. يا ربي سعد وينك عن ابداح اليوم؟ اول شيء الله يصبحك بالخير يا مرحبا. الشيء الثاني والله ما قمت من النوم الا قبل شوي. الشيء الثالث علم الله اني ما دريت بها. مريض الشباب كذا ما قوموني داري اني مريض، لكن والله اني ما دريت، ولو اني داري كان دقيت ما دريت بالفقرات سعد. اي أيوة والله العظيم اني سجل لا. بنعذرك على بنعذرك على على امس، ليله امس الساخنه جدا سعد. انا ابغيك يا ابو منصور لبيك وابر لي كلمه، لانك من الرجال اللي احبهم. الله يرضى عليك. فيك جدال، كثر الجدال على كلامي انا وياك الايام اللي راحت. اي محمد المنصور مو بانه يزرع الفتن، محمد المنصور صح يعني يمكن اني زعلت وطلعت من طوري، لكن محمد المنصور رفيقي هذه الاوله وغالي وحمر عين، جعل والديك بالجنه ومن ربع نحبهم. الشيء الرابع محمد المنصور اذا حط الرجال بين عيونه هو يا اخوانه اللي معه في زوم تراهم ينجمون به وينفعونه ما يضرونه، تراهم يخسرون الناس وينجمون بالشباب. انا اشوف الناس اللي برا خذوكم صوره يعني عداوه سعد. انا اشوف العالم كثر كلام وكثر لا لا لا، مثل ما قلت قبل شوي انت العادل، الكلام في الماضي خلاص يعني ما عاد. فاحنا احنا الجاي ان شاء الله في خاطري انا يا ابو كان شفت الكلام كثير انت والله غالي عندي ما ابغى برا عليك. لا لا مو بداخلني شك فيك يا سعد. بتسيت البارحه انت انا ايه وراك تبكي يا سعد الطويل. وش يقول؟ والله لو ان ترى وش يبكيك اللي بتبكي. اي والله ابكي واكثر الناس تبكي، والناس وين سمعوا خبر شين يبكون. مدغم وش يقول؟ رجال وابكي لي على رجال. اي المشكله الرجال اللي يبكي عليه مدغم ما هو طلع من برنامج مات. وين؟ لا ما مات الا ما لا يا رجل، طالع من رانيا رايح رماح يا رجال. الرجال اللي مسافر عمر هذا ما هو يبكي يعني. ها ما تبكي انت؟ انا ما ابكي، دمعتي غاليه ما يشوفونها الناس، دمعتي مثل 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 محارمي والله ما حد يشوفها لين اموت. يا قول ها بس ما بك يا سعد، ما بك ما بك يا سعد، خلنا نصبع خلنا نصبع. انا لا لا مريض، انا دمعتي توجع رياجيل يا رجال، وحتى سعد الطويل على ارض الاطاح. النبي اللهم صل وسلم عليه بكى ايه وبكى والصحابه في اموره حتى اقل من هذه، ودائما يبكون ودائما أبكى أمره بسيط، لكن عمره هذالة يحسبون في ظهر فرس ومعه روح. الله يوفقك يا سعد. سعد النسخة تعاني من الجوالات لدرجة أن رشيد اعترف قال حنا كلنا معنا جوالات، وش الحل يا سعد؟ الآن حنا أنتم في موسم القطفة، أنتم في موسم الحصاد. رشيد يمكنها طايحن عليها شيء من
مكيفات ولا مسخن مرتفعة الحرارة الأيام. ترى الحرارة ذي الأيام يهذري الواحد مو يدري شو يقول. والله يمكن ما يهذري المهذري. إيه يمكن الحرارة جاته قام يهذري وأنتوا تسمونها من جدة يعني مزحة. إيه طيب تزعلنا راحت الحضور على البث يا سعد ما بقى شيء. وش رايك انت؟ ابشروا بالسعد احنا الحين الليله تخبري عقب ابراهيم والله العظيم يا رص اخوي انا صح ام عقب ابراهيم صح المريض. لكن ابشروا بالسعد. طيب احنا اليوم يا سعد ما احنا مكثرين عليك لكن نتشرف بك يعني في الايام القادمه. كل ذوله كثرتوا عليه ما كثرنا عليه ما كثرتوا عليه مين اسمع منه شيء قبل الله تسمع تعبان مو مغني بتغني يا سعد والله العظيم منكم غالي لكن يا تعبان والله ما نطيق مالك تعبان ما تشوف شغله. طيب شكرا لسعد الطويل شكرا لرمز الايثار والعطاء سعد الطويل والله العظيم يا سعد انك صمام الامان في النسخه ذي احنا بدينا سوا يا سعد وانت يعني يا رب ما يطلع لنا من البدايه عشان امدحك يا رجال يا سعد لا تطلع يا سعد الطويل شكرا يا سعد لا تطلع لا تطلع خليك للنهايه معنا شكرا شكرا انت وش ضمنك توصل النهائي منو حنا